يا سلام. تقوم حاجه تانيه لا يا حبيبتي، ده كده تنام قوي تسكب ايديك. سمي بقى واقعدي كلي يلا. كتر خيرك يا حبيبتي. لا ما ينفعش يا بنتي، اقعدي، ده احنا اهل، اقعدي. ما تقعدي تاكلي، ما تكسفونش. ولا انت مكسوفه مني؟ اقعدي كلي عشان يبقى عيش وملح. نشوف بقى عمايل زينب. ها الله، تسلم ايديك يا زينب، قصه بجد. انت عمرك ما قلتي على اكل حد حلو قوي، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا حلو قوي. كل يا بنت، انت مكسوفه. يا سلام. الله 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 الله، قوي قوي يعني. خدي، طب خد كده دوق. خدي بسلام. لا 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 لا، رز وفلفل يهمني قوي. طب خد بسلام. خير، هاكل هاكل دلوقتي كل حاجه. بقول لك ايه يا بنتي، يبقي فكرين انك انت تديني اسمك واسم والدتك، علشان ليا واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقه وشهاده ميلاد بدل اللي ضاعوا منك. انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسين. حلو. ووالدتك؟ نعمه سيد خليفه. كويس قوي، يبقي اكتبيهم لي كده في ورقه عشان انا بنسى. الواحد عقله مش دفتر والله. حاضر يا حاج، حاضر. وتاكل وتاكل يا محروس، ما تاكل يا زينب. امسك يا حاج، امسك يا محروس. تسلم ايدك يا حاج. يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ده انا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوف، اودي وشك منك وفين. ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت مليتي عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجه يا بنتي، بس هو في مشكله صغيره كده، ان اسمك متشابه مع اسمين، وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع اتنين ستات، واحدة من المحلة والتانية من سوهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي ان البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعة من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجة صلاح. قول يا. طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمها، وشهادة ميلاد جديدة زيها برضه على انك ساقطة قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع، بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجة هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ والله الضرورات تبيح المحظورات يا حاج. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي، دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها طيب كده بلا هوية؟ اه خلاص بقى يا زينب، مقضية بإذن الله. بس انت بقى روحي هاتلنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج، وهركب المشروع من ناحيه البحر. صح، برافو عليكي يا اختي فالحه. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلو قوي، ده جات لك توصيله على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حبيبي. ونقي السمك طازه وحلو. هعمل كده. خلي بالك عليها، دي امانه عندنا يا ابني. فنان صلاح. يلا سلام عليكم. حاضر. سلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. هرجع لك انا تاني اكلمك برضه. ماشي، مستنيك. فكرين احسن. بتعملي ايه؟ ما الحاجه مدياني فلوس. والله العظيم ما يحصل. ماشي خلاص. السلام عليكم. بس انا خايفه للحاجه تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت. يا ست ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه، وانت نقيه كام سمكه حلوين. ولسه لما تدوقوا عمايل ايديا. يا ست تسلم ايدك من قبل. اسكندريه حلوه قوي. اه اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تؤمري. هو مرسي ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ اه يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره واقرا له الفاتحه. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ اه طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟ علمتي ولا لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. محروس أخو الحاج صلاح عايز يتجوزك، إيه رأيك؟ لا إله إلا الله، أنا بقالي عندكم بس 3 أسابيع ومعرفش محروس، وبعدين ده ما بيصليش. يوم ما وصلني سوق السمك طلبت منه أزور المرسى أبو العباس، وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع، وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش، وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه.
لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله، ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقه ملك وعنده تاكسيين، هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي. بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله. وانا ما بضغطش عليكي، انا بقول لك فكري وقولي لي رايك. هو انا عايزه اسالك سؤال يا حاج. اسالي يا حبيبتي. هو انا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا اله الا الله. ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجه وحبي ورعايتي ليكي حاجه تانيه خالص، وسواء اتجوزتي محروس او ما اتجوزتهوش انت بنتي، هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضه وبتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حاج. اسم الله عليكي يا حبيبتي. لا اله الا الله. ليه يا حبيبتي كده؟ ده انت زي صباح، ده انت بنتي. ربنا يخليكي ليا يا حاج. حبيبتي يا حمام. صبح يا حمام، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. لا والله انا حصل معايا حكايه في بولاق كده يا راجل، ده انا بقالي فوق الشهرين مختفي. بقول لك ايه، طب انت معكش فلوس؟ انا اصل لا مش مبلغ 100-150 جنيه كده امشي نفسي لحد ما عارف والله مكسر على الكل يا حمام. ماشي يا حمام، ليلتك بتضحك. سلام يا حبيبي. سلام. عم أنسي سيد الناس. انت مين؟ انا راشد يا عم أنسي. انت مش مشارك؟ راشد مين؟ راشد، ما سجلتش رقمي؟ يا عم احنا كنا ليلتها متدرمغين، حد كان فايق يسجل لي مر. بقول لك ايه يا عم أنسي، كنت عايزك في موضوع كده. ما كلمتنيش ليه؟ انت فين؟ انت فين يا عمنا؟ انت ما يخصكش انا فين يا راشد. عايز اشتغل والنبي يا عم أنسي. بكره انا عايزك من نجمه تجيلي. اي وقت تصحى فيها بعضك وتعالى. سلام. كده تمام، تسالة 50 جنيه. امور يا فندم؟ لا هو مفيش دكتوره ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتوره منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت؟ انا عرفت اللي بيتباع عندكم، يعني حاجة كده مستوردة. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اسفة ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجة صيني ب 300 جنيه. سيني سيني استنى واحدة.